باسم الفضيلة يا قطر. آن الأوان نجم سوى ثمار العمل بعلم يشهد لنا صحرا وبحر. هو يا ملل، 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 هو يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير مشاهدين ومستمعين قناة الريان في كل مكان. صباح الخير وصباح الجمال وصباح الخميس والانفتاح على كل ما هو جميل في هذه الحياة. حلقتنا اليوم أكيد رح ننفتح على كل شيء جميل في قطارنا الحبيبة ونغطيه حتى نوصل لكم بأفضل وأجمل حلة. مثل ما عودناكم دائما حلقتنا دائما تبتدي بأبرز عناويننا لليوم، فخلونا نبدأ. حضر صاحب السمو أمير البلاد المفدى يفتتح متحف قطر الوطني. وردة الصحراء صرح معماري يروي تاريخ قطر. وتشاهدون أيضا كيف تبني مشروعك الناجح. في البداية مشاهدينا تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة حفل افتتاح متحف قطر الوطني في مبناه الجديد مساء أمس. وحضر الحفل عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وضيوف الدولة في مجال السياسة والثقافة والفن والإعلام. صاحب السمو أمير البلاد المفدى كلمة بهذه المناسبة أكد خلالها أن افتتاح المتحف جاء من أجل تنوير الجمهور بماضي قطر وحاضرنا ومكانتها في العالم. وعند دخول حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مبنى المتحف، وقع سموه على أول تذكرة دخول لمتحف قطر الوطني بصفته أول زائر له بعد افتتاحه رسمياً.
وقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بجولة داخل المتحف، اطلع خلالها على مختلف صالات العرض التي تشمل بدايات التطور الجيولوجي لشبه جزيرة قطر والبيئات الطبيعية فيها، وعن حياة أهل قطر في البر والسواحل. ويروي متحف قطر الوطني قصة قطر منذ نشأتها الجيولوجية قبل مئات السنين إلى الوقت الحاضر، في رحلة زمنية يخوضها الزائر عبر 11 صالة عرض تمتد على مسافة كيلومتر ونصف. نشاهد هذا التقرير مشاهدينا ونرجع لكم من بعده. واليوم أقول لكم مرحبا بكم في متحف قطر الوطني. تنتظركم في هذا المتحف رحلة تبدأونها مع تراث قطر بعراقته وثرائه، وتواصلون المسير حتى تحطون الرحالة في قطر الحديثة بتنوعها وحيويتها وانفتاحها على العالم. هنا تتجاور القطع والمواد التي تعود لعصور سحيقة مع مقتنيات عصرية وحديثة، تزداد تألقاً وعراقة في صالات العرض التفاعلية المبهرة التي وضعنا تصورها مع مديرة المتحف الشيخة آمنة وفريقها وأعضاء أمناء متاحف قطر والخبراء من جامعات عديدة في قطر وخارج قطر. المتحف يحتوي لمقتنيات كثيرة كانت موجودة في المتحف الوطني أساساً، المتحف اللي احنا وسعناه بتصميم جون نوفال، وفي مقتنيات جديدة اللي أضافتها لمقتنيات المتحف اللي عندنا. Je me suis tourné vers un symbole qui soit clair, puisqu'un musée national doit gagner, doit être un musée digne, doit être un musée symbolique, et j'ai trouvé que la rose des sables était un symbole possible. La rose des sables, dans beaucoup de pays qui ont un désert, est souvent considérée comme un porte-bonheur. Elle est clairement le symbole du désert, et sur un autre plan, elle est très identitaire, c'est-à-dire sur le plan architectural, c'est une véritable typologie, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs. علينا من بعد هذا التقرير الجميل، وشفنا في المكان هذا الجميل التحفة، نتمنى أن احنا إن شاء الله قريبا نزوره. وفي لقاء مع قناة الريان الفضائية تحدث عضو مجلس أمناء متاحف قطر السيد منصور إبراهيم آل محمود عن دور المتحف في المجالين الثقافي وأيضا التعليمي. الحمد لله اليوم نحتفل احنا بحضور سمو الأمير افتتاح متحف قطر الوطني بعد رحلة تقريبا 10 سنوات. المتحف مثل ما انت عارف له ذكرى طيبة معانا، تم افتتاحه بالنسخة الأولى في سنة 75، وكان سابق عصره في ذلك الوقت.
كان من أول المتاحف الوطنية التي تم افتتاحها في المنطقة، والآن نفتتحها في حلتها الجديدة بالمعايير الدولية اللي يحكي دولة قطر ويحكي ثقافة دولة قطر والمنطقة بشكل عام. طبعا المتحف مثل ما قلت لك على أعلى المستوى ويتحاكى مع جميع شرائح المجتمع بكل أنواع المجتمع، يتحاكى مع القطريين بشكل خاص وأهم، وأيضا يتحاكى مع زوار البلد. يحكي قطر وقصتها قديما وعلاقاتها مع وحركاتها السياسية. طبعا هناك يحكي قصتها من التاريخ الحديث أيضا، من تقريبا 1500 ميلادية إلى الآن، بالتطور السياسي، بالتطور الاقتصادي، بالتنمية، بتأسيس. فأنت تتكلم عن متحف تم إنشائه ليكمل المنظومة التعليمية اللي عندنا. أنت تعيش الحدث وتعيش التربية الوطنية وتعيش العلوم في هذا، في خلال زيارتك لمتحف قطر الوطني. المتاحف هي مؤسسات تعليمية بتعريفها الدولي، فلابد أنها تحاكي المنظومة التعليمية عندنا. علشان أعطيك مثال، الأطفال في مدارسنا يدخلون المرحلة التعليمية عن طريق المناهج والحصص والواجبات بشكل ممنهج جدا. في المتاحف هي تجربة يدخلها الطفل، يتفاعل مع المقتنيات، يتفاعل مع وسائل التعليمية اللي عنده، اللي ممكن ترسخ نفس المعلومة اللي موجودة في المناهج، ولكن من خلال التفاعل والحوار مع المقتنيات ومع التصاميم ومع وسائل تعليمية راح نستطيع أن نرسخ المعلومات اللي المنظومة التعليمية تحتاج ترسخها في أطفالنا. احنا نأخذ معلوماتنا من المناهج التعليمية، نأخذها من ثقافتنا. طبعا المناهج التعليمية والمتاحف تأخذها من مصدر الثقافة ومن المعلومات اللي المطلوب أن نرسخها في أطفالنا. المتاحف لها طريقتها في وضع هذه المعلومات، والمدارس والمنظومة التعليمية لها طريقتها، ولكن كل المنظومتين لابد أنهم يحاكون نفس المعلومات. فخورين بهذا الإنجاز، وأيضا فخورين بهذا التعاون المشترك بين سواء التعليم أو أيضا المتاحف، أنهم قاعدين يربطون هذه الأشياء وأيضا يحطونها في المناهج. وحين مشاهدينا رح ننتقل مباشرة إلى متحف قطر الوطني الذي فتح اليوم أبوابه للجمهور اللي حاب يروح، حيث سيأخذنا نديب قناة ريان محمد شهراني في جولة هناك، فنروح له دايركت ومباشرة. صباح الخير محمد. صباح الخير أختي مريم، صباح النور على الجميع، أيضا لضيفة الكريم. طبعا احنا متواجدين في متحف قطر الوطني اللي تم افتتاحه أمس من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد بن فدح حفظه الله ورعاه، وأيضا زيارة عدد من ممثلين أصحاب الفخامة والسمو والمعالي اللي حضروا أمس الافتتاح، وأيضا بحضور صاحبة السمو وأيضا صاحب السمو الأمير الوالد. ما راح نتكلم أكثر عن الافتتاح، لأن لو نتكلم من اليوم لبكرة عن جمالية الافتتاح للأمانة شيء مبهر، أيضا تم تغطيته أمس، ولكن اليوم راح نأخذ لكم في جولة سريعة ونتكلم بشكل مبسط عن المتحف، لأن هذه دعوة مباشرة لكم للحضور والاستمتاع بالمتحف، لأن ما أبي أكثر عليكم بالمعلومات وأيضا التفاصيل اللي في المتحف. طبعا المتحف قطر الوطني من أول ما تدخلونه لين نهايته تقريبا في 11 صالة عرض، كل صالة لها محتويات غير، لها رسالة معينة، أيضا راح توصل المحتويات اللي فيها أو التاريخ اللي موجود فيها عن طريق وسائل فنية، عن طريق حتى الرائحة، يعني مثلا في مكان معين يحكي حقبة معينة الرائحة غير، أيضا تفاصيل ثانية استخدام التكنولوجيا في إيصال محتوى هذه الصالة. طبعا المسافة تقريبا لو بتكلم عن 2.7 كيلو متر. أيضا محتويات المتحف راح يعيشها الزائر في كل صالة حقبة معينة تحكي تفاصيل تاريخ قطر منذ الانطلاق، لو بتكلم عن قبل استيطان جزيرة أو شبه الجزيرة العربية، وصولا للمرحلة اللي بعدها ووصولا إلى حاضرنا الحالي. هذه بعض المقتنيات في
الصالة الأولى تقريبا لتحكي التاريخ الجيولوجي لدولة قطر قبل استيطان أو الحقبة الجيولوجية قبل استيطان الجزيرة العربية. طبعا هذه بعض الأثر اللي موجودة وتم استخراجها وموجودة في صالة العرض الأولى. طبعا المحطات الثانية اللي موجودة تحكي مثل ما ذكرت التاريخ، وطبعا من البداية للنهاية نوصل لجوهرة المتحف اللي هو قصر الشيخ عبد الله، لمثل الهوية الوطنية القطرية موجودة في نهاية المتحف، وهذا بيختتم فيه الزائر. طبعا لو بتكلم عن تفاصيل أخرى عن المطاعم، المقاهي، المحلات اللي موجودة، شيء جميل أنكم تعيشوا الأجواء. أيضا تصميم هذا المتحف الفريد من نوعه، سنوات طويلة، والمواطن والمقيم وأيضا الجميع ينتظر هذا المتحف لإعادة افتتاحه، والحمد لله تم افتتاحه الأمس واليوم مفتوح للزوار. هذه دعوة لكم للانضمام لهذه المنارة التاريخية الفنية الثقافية العريقة اللي تحكي ماضي وحاضر قطر، وأيضا مكانة قطر بين العالم. هذه دعوة للجميع للاستمتاع، الدخول مجاني، والأفضل أنك تعرف أكثر عن أوقات العمل في المتحف عن طريق الموقع الرسمي لمتحف قطر الوطني. هذا بشكل عام تفاصيل سريعة عن المتحف، غير عن الأشياء الثانية، المختبرات اللي موجودة، أيضا مراكز التعليمية اللي تابعة للمتحف، وأيضا مهيئة لاستقبال طلبة المدارس أنهم يعرفونهم على التاريخ اللي موجود، عن الأشياء اللي موجودة، عن المقتنيات الأثرية اللي موجودة. فألف ألف مبروك للجميع، للمواطنين والمقيمين وللزوار، افتتاح هذه المنارة التاريخية الثقافية اللي هو متحف قطر الوطني. ومبروك أيضا لصاحب السمو أمير بلاد المفدى، وأيضا لصاحب السمو الأمير الوالد، وأيضا صاحب السمو الشيخ موزة بنت ناصر. هذا كل اللي عندي، والله يهديكم العافية. شكرا لك محمد على هذه التغطية الجميلة، والشكر أيضا أنك باركت لنا، فعلا هذه مناسبة تستحق أن احنا نبارك لبعضنا. فألف مبروك لكل شعب قطر وأيضا الزوار هذا المبنى والصرح الجميل والكبير اللي بإذن الله راح يكون تخليد لذكرانا وماضينا وأيضا حاضرنا. مشاهدينا فاصل قصير، من بعدها نكمل باقي فقراتنا لليوم، خلكم ويانا. Thank you.
حياكم الله مشاهدينا من بعد هذا الفاصل. الإنجاز الثقافي الكبير المتمثل في افتتاح متحف قطر الوطني كان أبرز ما تناولته الصحف الصادرة لليوم. خلونا نتصفح وياكم أبرز عناوين صحفنا لليوم. وأول خبر مشاهدينا راح يكون معانا في صحيفة الراية، أكيد راح يكون عن متحف قطر الوطني، وهو سموه رعى حفل الافتتاح ووقع على أول تذكرة دخول. في هذه المناسبة قال صاحب السمو: متحف قطر الوطني يروي قصة شعبنا. وأيضا عندنا في صحيفة الراية خبر آخر: 200 مزرعة ضمن مبادرة مزارع قطر 2020 بعد انخراط 70 مزرعة جديدة فيها. وأيضا عندنا من الأشياء الجميلة في هذا المجال هو وجود جولات ميدانية للإرشاد الزراعي لزيادة الكميات المنتجة وتخفيض نسب المبيعات أو المبيدات عفوا. وفي مجال الفن عندنا شباب ولكن تحصد جائزة أفضل عرض متكامل، وذلك في ختام فعاليات مهرجان المسرح الجامعي. وعندنا 22 بوصة أفضل إضاءة ومؤثرات سمعية وبصرية، ويستاهلون شبابنا هذا الإنجاز، وقاعد نشوفهم كلنا في هذه الصورة الجميلة. عندنا مشاهدينا في صحيفة الوطن: قطر وتركيا تبحثان تطوير التعاون الاستراتيجي، ورئيس الوزراء التقى نائب الرئيس التركي في هذه المناسبة. وعندنا أيضا خبر عن محاصيل ختام محاصيل نهاية مارس الجاري في الحي الثقافي كتارة، للي حاب يروح، للي ما لحق لحد الحين يروح هناك ويشوف الإنجاز الكبير للتطور الزراعي عندنا في الدولة. وعندنا أيضا 22 مزرعة و7 مشاتل و6 شركات وطنية شاركوا بالنسخة الثالثة. وأيضا مشاهدينا المكان هذا محاصيل حلو حق العائلات وحق الأطفال إن احنا نرويهم المكان هناك. وأيضا عندنا في صحيفة الوطن: وزير التجارة خلال لقائه مع غرفة قطر وزراع ورجال الأعمال الصناعيين إدارة جديدة لدعم المنتج الوطني، والشيخ خليفة بن جاسم قال في هذا: عقد لقاءات مماثلة لمناقشة هموم كافة القطاعات الاقتصادية، والهدف من ذلك مشاهدينا هو تعزيز دور القطاع الصناعي ودعم قدرته التنافسية محليا وخارجيا. وأيضا مشاهدينا عندنا خبر في صحيفة الوسيل: قطر تؤكد أهمية الاستثمار في تنمية الإنسان من خلال التعليم، حيث أكدت دولة قطر على أهمية الاستثمار في تنمية الإنسان وفي تعزيز الموارد البشرية من خلال التركيز القوي على التعليم لكل من الفتيات والفتيان. وجاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في كلية ويست بوينت، وهي أكاديمية الولايات المتحدة العسكرية. هذا الشيء مو بغريب على هالقطر. عندنا أيضا في محليات الوسيل: مؤتمر الجودة والسلامة في الرعاية الصحية يختتم أعماله. في هذه المناسبة قالت الدكتورة حنان الكواري: قطاع الرعاية الصحية شهد عاما حافلا بالإنجازات. وأيضا مشيرة إلى حصول قطر على المرتبة 5 دوليا حسب مؤشر ليجاتوم للدول المزدهرة في العالم. وأيضا عندنا مشاهدينا في محليات الوسيل: متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، حيث عقدت لجنة المتابعة المنبثقة من اللجنة الوطنية للسلامة المرورية اجتماعا مع هيئة الأشغال العامة. والهدف من هذا مشاهدينا من هذا الاجتماع هو الوقوف على إنجازات هيئة الأشغال العامة ومعالجة التحديات وإيجاد الحلول لتفعيل خطط السلامة المرورية في دولة قطر بأسرع وقت. وأيضا عندنا في صحيفة الشرق: 8% نموا متوقعا في النتائج المالية للشركات بالربع الأول. في هذه المناسبة مشاهدينا قال مستثمرون أن السوق يشهد تدفقات كبيرة من السيولة نتيجة لعمليات التجميع التي يقوم بها المستثمرون تمهيدا للإفصاحات المالية للشركات في الربع الأول من العام الجاري، ويتوقع أن تحقق الشركات المدرجة نموا في الأرباح يتجاوز نسبة 7%. وأيضا ما زلنا في الشرق الاقتصادي، عندنا ارتفاع قيمة صادرات غازات النفط فبراير الماضي، وجهاز التخطيط يؤكد لنا
19 مليار ريال فائض الميزان التجاري للدولة. وأيضا عندنا في الشرق الرياضي إقامة كأس آسيا للهجن العربية الأصيلة للمرة الأولى، واليوم راح يكون غلق باب التسجيل للمشاركة في مهرجان سيف سمو الأمير. وفي صحيفة العرب مشاهدينا عندنا 43 متحدثا من 20 دولة يناقشون تحديات الترجمة التحريرية والشفوية، وذلك في المؤتمر السنوي الدولي العاشر بجامعة حمد. وآخر خبر اليوم مشاهدينا عندنا مطار حمد الدولي رابع أفضل مطار في العالم والأول في المنطقة أو على المنطقة وفق تصنيف جواز سكاي تراكس لعام 2019. في ذلك مشاهدينا حاز مطار حمد الدولي المركز الرابع ضمن قائمة أفضل المطارات في العالم، وذلك في حفل توزيع جواز سكاي تراكس العالمية للمطارات 2019 والذي أقيم خلال معرض محطات للمسافرين 2019 في العاصمة البريطانية لندن. عندنا الحين مشاهدينا هذه كانت جرائدنا لليوم، راح ننتقل إلى منطقة أخرى وإلى مجال الأعمال، حيث سننتقل الآن إلى كلية الشمال الأطلنطي لتغطية حفل انطلاق الحاضنة التحضيرية للأعمال، وتفاصيل مشاهدينا راح تكون مع نديف قناة الريان سلطان النعيم. صباح الخير سلطان. نصبح عليك وعلى مشاهدينا ومستمعينا الكرام، متواجدين معاكم في كلية شمال الأطلنطي حيث يقام حفل انطلاقة الحاضنة التحضيرية للأعمال بعنوان بوابة الأعمال، وهي مبادرة تنفذها الكلية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية. للحديث أكثر معنا الدكتور خليفة الخليفة رئيس كلية شمال الأطلنطي في قطر. صبحك الله بالخير يا دكتور، وقل لنا عن هذه المبادرة. أولا نرحب في قناة الريان في رحاب كلية شمال الأطلنطي. لا شك اليوم نطلق مبادرة متميزة وهي مركز ريادة الأعمال بالتعاون مع الأخوة في بنك التنمية، سعيدين بهذه المبادرة التي نتمنى أن تتكلل في الكلية في برامج ومبادرات أخرى. طبعا هي مبادرة خاصة بريادة الأعمال منصبة لتطوير ريادة الأعمال في الدولة، وبالأخص التركيز في داخل كلية شمال الأطلنطي بيكون التركيز أكثر شيء على الطلبة وأعضاء التدريس وخريجين الكلية. دكتور لو نتكلم عن الفئات اللي تشملها هذه البوابة، يعني هل نشوف أن الطلبة والخريجين لهم فرصة كبيرة في المشاركة؟ طبعا هي المبادرة هي أخذ أفكار الطلبة ومساعدة الطلبة وأعضاء التدريس وخريجين الكلية لتحويل أفكارهم المبدعة إلى منتج قد يكون منتج خارجي. فبالشراكة مع الأخوة في بنك التنمية ولديهم خبرات كثيرة كما هو معلوم، لديهم مركز حاضنة الأعمال في المنطقة الصناعية ولهم تجارب عالمية، لا شك أن بتكون هذه المبادرة لمساعدة طلبتنا تحويل أفكارهم المبدعة، مساعدتهم في تحويل فكرة من فكرة إلى مستقبلا منتج وتكوين رواد أعمال في الدولة. فهذه من أهداف الدولة حقيقة ومن أهداف 2030 لزيادة رواد الأعمال في الوطن بإذن الله. دكتور لو نتكلم عن أهمية التعاون بين الكلية وبين بنك قطر للتنمية. كما ذكرت سابق لا شك أن بنك التنمية الأخوة مشكورين برئاسة الرئيس التنفيذي الأخ عبد العزيز بن ناصر الخليفة والأخوة زملائه، كانوا صراحة متحمسين للفكرة ولقينا منهم كل المساعدة، ولديهم كما ذكرت خبرات كبيرة. فلا شك الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات الوطنية لإنشاء هذه المبادرات ولدعم هذه المبادرات لمصلحة الاقتصاد الوطني إن شاء الله. دكتور كلية الشمال الأطلنطي يعني خلنا نقول تشجع على ريادة الأعمال بين الطلاب، يعني لو تقول لنا كيف أنتم تشجعونهم وتحفزونهم وتسوون لهم نفس هذه المبادرات اللي تشجعهم لطرح أفكار وطرح منتج ممكن يخدمنا. حقيقة كما معلوم كلية شمال الأطلنطي هي كلية تقنية فنية، فلا شك أن لدينا كثير من الشباب المبدع التي يعملون يعني بيدهم ولديهم أفكار جدا مبدعة. ف
فجاءت هذه المبادرة لمساعدة هؤلاء الطلبة وبعض المبادرات القيمة اللي رأينا أنها تستحق الدعم. فإن شاء الله هذه المبادرة وهذا المركز يكون مساعد لهم، ونتمنى حقيقة هذه مبادرة أنا أعتبرها نوجه كلامنا للأخوة في المراكز في الجامعات والكليات التعليمية الأخرى لعمل مبادرات مماثلة لإنشاء مراكز ريادة الأعمال لمساعدة طلبتنا والخريجين إن شاء الله لتحويلهم إلى رواد أعمال بإذن الله. شكرا لك. أنا وسهلا، شكرا لكم. نفس ما تشوفون أعزائي المشاهدين كان معنا الدكتور خليفة الخليفة رئيس كلية الشمال الأطلنطي في قطر، دعم هذه المبادرات بالتعاون مع بنك قطر للتنمية بيساعدنا نشوف منتج جديد يسد حاجتنا في الدولة، وأيضا يقدم الكثير من الأفكار اللي تخدمنا في الفترة القادمة. هذا كل اللي عندنا من كلية الشمال الأطلنطي ونرجع لكم. شكرا لك سلطان، وايضا نشكر ضيفك الكريم على هذه المبادره الطيبه اللي فعلا تفيدنا، واحنا نشكرهم ونتمنى لهم كل التوفيق على تقديم ما يسعون اليه من خلال هذه المبادره. فاصل قصير مشاهدينا ونرجع لكم من بعده. حياكم الله مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، ونروح لأول حوارنا في الاستديو اليوم. ابتكرت مجموعة من الطالبات الجامعيات موقع إلكتروني متخصص في مجال التدريب والتنمية البشرية، وحمل الموقع اسم مفتاحي، وهو بمثابة حلقة وصل بين المراكز التدريبية والمدربين والمتدربين أيضا في قطر. للمزيد حول هذا الموقع الإلكتروني يسعدنا اليوم أن تكون معنا ريم خالد العامري، إحدى مؤسسات الموقع. صحيح؟ صحيح. صباح الخير ريم. صباح النور، يسعد مساك. كيف اصبحتي اليوم؟ الحمد لله تمام. ريم انا قلت لك ما راح اسالك اي شيء، حابه يطلع كل شيء على الهواء، كلميني عن هذا الموقع واعطيني فكره عنه. طبعا هالموقع يهدف انه يجمع الدورات التدريبيه اللي تحصل في قطر من طبعا جهات معتمده مثل المراكز التدريبيه اللي تحت رعايه وزاره التعليم. ما شاء الله الحكومه يعني موفره المراكز التدريبيه بكثرة في كل مكان. صحيح. يستفيد منها الشعب والمقيمين، لكن ما في جهة تعلن عن الدورات التدريبية، فأحنا حابين من خلال هالموقع أن نوصل الناس للدورات التدريبية اللي تحصل في مراكز التدريبية. جميل، وأيضا عندنا دورات كثيرة قاعدة تصير. صحيح. وأيضا هذه المراكز يمكن خلينا نقول جمهورها محدد وفئة محددة جدا، مو على مستوى الكبير اللي خلينا نقول، فالموقع قاعد يساعدهم كثير. أيوة. طيب أنا حابة أسألك عن اسم الموقع، ليش سميتوه بهذا الاسم؟ في البداية هو كان اسمه كيو وصل، وتم تغييره بعد يعني مشاورات لنا أبسط يعني كمفتاحي، هو مو مفتاح مفتاحي، وكأنه نفتح لك أفاق جديدة. جميل، حلو. للشباب ماخذين هذا المعنى. أيوة. مفتاح، والله جميل، يعني حتى الواحد بيستشعر هذا الاسم بيحس فيه. صح. طيب خلنا نتكلم شوي عن تأسيسكم وانطلاق هذا الموقع الإلكتروني. أكيد في صعوبات. صح. أكيد الموضوع مو سهل، وأكيد الفكرة موجودة من قبل. صحيح؟ كلميني عن الصعوبة اللي واجهتوها. طبعاً في وايد صعوبات، ومن أهمها أن إحنا شلون قدرنا نحن نجمع هاي الدورات التدريبية وناخذ ثقة المراكز ونعلن عن ورشاتهم التدريبية، وبعد البرمجة الموقع يعني. صحيح. خصائص معينة إحنا بنضيفها، فكان يعني شوي لنا صعوبة فيها، فالحمد لله يعني كل شيء تيسر، ولكن في أي صعوبات الحمد لله. بإذن الله. الشيء الصح دائما راح ينطلق بقوة. نعم. بعزيمة وإصرار. صحيح. هاي اللي كان عندكم. صح.
راح أتكلم شوي عن الجروب اللي كنتوا أنتم فيه ومؤسسات، لكن حابة أتكلم شوي عن المراكز التعليمية، كيف شفتي تفاعلهم معاكم؟ يعني المراكز التعليمية أو التدريبية كانت وايد مرحبة بالفكرة وتلقينا دعم كبير منهم، ويعني الحمد لله إن هم وايد حابين الفكرة، لأن ما قاعدين ياخذون يعني مثلا الدورة هذه التدريبية قاعد تطرح حق مثلا 15 شخص، فهم يتلقون أقل من 15 شخص لأن ما 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 في إعلان كافي لهذه الدورة. فيعني الحمد لله احنا قدرنا ان احنا نعلن عن الورشات التدريبية اللي وساعدتوهم، نقدر نقول ان الموقع ساعد هذه المراكز. بالضبط. جميل. طيب كلميني شوي عن الأهداف اللي تسعون لتحقيقها في المستقبل ريم. طبعا الهدف الأول احنا ان نفيد المراكز التدريبية ونعلن عن ورشاتهم ويستفيد أكبر قدر من فئة الشباب، طبعا هاي الفئة المستهدمة حاليا، واحنا حابين يعني نفيد وايد من الشباب، لأن هاي أصلا فكرة المشروع واجهتنا احنا صعوبات، يعني كأحنا طالبات طلعت هالفكرة المشروع بسبب المشاكل اللي قاعد تعيشونها. صحيح. وهذا الجميل ان المشاريع تطلع لسد ثغرة احنا محتاجينها. صحيح. وهذا التميز اللي في الموضوع، نقدر نقول هذه الميزة اللي عندكم. يعني كل مشكلة يطلع منها ابتكار وصنع لهذا الموقع. طيب احب اتكلم عن نوع الدورات الموجودة في اي مجال. حاليا احنا قاعد نطرح دورات تدريبية مهارية، ما في مجال معين بس لخص يعني ان تكون تدريبية، تدريب على المستوى الذاتي، التنمية البشرية، نقدر نقول تنمية ذاتية فيما يخص المشاريع، في ما يعني وسائل تدريبية ولا حتى دورات لتهيئة المشاريع ولا لبدء المشاريع. هو على المستقبل في قريب، مبدئيا احنا طارحين يعني تقريبا 10 ورشات واغلبها تتكلم عن التنمية وبعد ما اذكر الدورات لانها كانت وايد، بس ان شاء الله ان احنا اكيد لو احنا زرنا هذا الموقع راح نشوف كمية الدورات الموجودة. أيوة والمختلفة طبعًا. الموقع تم افتتاحه صحيح؟ في سنة 2018 شهر مارس، وكان طبعا احنا بدايتنا كنا مع روتا، شاركنا في تحديات روتا الشبابية، احنا 6 طالبات والحمد لله يعني فزنا بأفضل مشروع متكامل في امباور 2018، وتم تدشين الموقع اساسا في شهر مارس مثل ما قلت، وبعد ذلك تم دعمنا واحتضاننا من قبل حاضنة قطر للاعمال. جميل. والحمد لله يعني عقبال ما تستقلون بذاتكم يا ان شاء الله باذن الله. كلمه تحبين تقولينها للجمهور ولا حتى يعني منك ولا حتى من باسم الفريق كامل؟ طبعا احنا يعني نحث الشباب ان يبتكرون مثل هذه المبادرات اللي ممكن اللي تخدم يساعد الناس وتخدم الناس. طبعا كل مشكلة لها ابتكار ولها صحيح. مثل ما قلت مساعد، وانا احث ان الشباب ان يتفاعلون في هالمجتمع اكثر، وممكن بعد يتفاعلون من خلال موقعنا تجربة الدورات التدريبية. طبعا يعني اوقات فراغهم ما نقدر نقول اغلب الناس يعني لهم اوقات فراغ، ممكن يطلعون لموقعنا ويشاركون الدورات التدريبيه. واحب اوجه شكر ايضا لفريقي اللي حقق هالحلم، وللحين يعني احنا داعمين بعض ونستمر. الله يوفقكم ريم. الله يوفقكم. كل الشكر لك وايضا لفريقك. مشاهدينا كانت معنا ريم العامري، طالبه في كليه المجتمع، وايضا نوجه لها هي شكر ونفتخر فيها هي وفريقها كامل على انهم يقومون بهذا العمل، احنا فعلا محتاجين. ومثل ما قالت المشاريع دائما تقوم بثقره، وهذا اللي قاعد نعيشه الحين، دائما يقولوا لنا في الجامعات وايضا في الدورات وفي كل مكان ان المشاريع الجديده لازم تقوم بناء على احتياج، ثغرة موجودة في المجتمع ولا حتى موجودة في أي مكان أنت تسدها، هني الناس راح تتوجه لك وأيضا يقوم مشروعك بإذن الله. مشاهدينا وصلنا معكم إلى الفقرة الأسبوعية وهي فقرة الطبخ، لأن أنا ما أعرف شنو طبختنا لليوم، فخلوني أشوفها معكم مع ضيفتي ريم.
مرحبا فيكم أعزائي المشاهدين. اليوم عندنا سلطة المتاي، ومن أهم مكونات سلطة المتاي اللي هي عندنا الخيار، الخس، الفلفل الرومي، الرمان، المانجا والفراولة والطماط، وأهم شيء في السلطة اللي هي المتاي. وعندكم الليمون حق التزيين. الحين نبتدي وياكم نقطع السلطة، وانتو تعرفون ان السلطة مهمة في كل بيت وانها هي مفيدة، بس احنا اليوم ابتكرنا السلطة وغيرنا عن السلطة العادية، وان شاء الله تعجبكم السلطة. نقص الخيار انزين قطع صغيرة صغيرة، اهم شيء انه تكون قطع صغيرة صغيرة، لان السلطة سلطة المتاي شوي مختلفة عن السلطة العادية. دخلنا احنا فيها الفراولة ودخلنا فيها المانجا، خلصنا من الخيار ناخذ الخس. الخس هو نوعين، الخس العادي وعندكم هذه الخس الأمريكي، بس أنا استخدمت في هاي السلطة الخس الأمريكي. تقطعون الخس قطع صغيرة مثل ما تشوفون. خلصنا الخس نضيفه على الخيار، والحين ناخذ الفلفل البارد في قطع كبيرة نحاول نقطعها، عقب نضيفها على صحن السلطة. واحنا حابين ندخل الفلفل البارد الأحمر على أساس إن تدرون العين تحب الألوان. نضيف المانجا على السلطة انزين، ونضيف الرمان. عندنا هني شرايح الفراولة. نخلي سلطتنا على جنب. الحين عقب ما خلطنا دبس الرمان مع عصير الليمون نروح نضيفه فوق السلطة. نحط السلطة اللي سويناها، نحط الكمية كاملة في صحن التقديم. بعدين نجيب المانجا، نضيف المانجا ونضيف الرمان. نحط شرايح الليمون. الحين تينا المرحلة النهائية هي إضافة المتاي. نحط
نحط مكسرات عين الجمل، وهاي السلطة. خلصنا سلطة المتاي، وعليكم بألف عافية. أحب هذه الشغلات الحلوة البسيطة اللي نقدر نسويها وأيضاً صحية. اللي ما يحب يأكل سلطة ممكن يبدأ بهذه السلطة اللذيذة، هي منوعة خضرة وأيضاً فواكه، وبعد عندكم متاي. لما هني مشاهدينا نكون وصلنا معاكم بهذه الفقرة الجميلة إلى نهاية مشوارنا الصباحي لليوم. نتمنى أن تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بحلقتنا لليوم. تواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة لكم أسفل الشاشة، إذا حابين تقترحون أو تستشيروننا بشغلة، أو حتى تطرحون علينا مواضيع حابين نناقشها معاكم. نشوفكم إن شاء الله على خير، واستعدوا لهذا الخميس إن شاء الله تستمتعون فيه، وأسبوع سعيد للجميع إن شاء الله. في أمان الله.